السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد رجب من أكاديمية بي برو تريدر، والتحليل الأسبوعي للبورصة القطرية من يوم 4 أكتوبر حتى يوم 8 أكتوبر. إن شاء الله يكون أسبوع موفق وأخضر عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة بتحليل المؤشر العام لبورصة قطر. المؤشر العام لبورصة قطر اتكلمنا الأسبوع اللي فات إن هو عنده صعود قوي بعد ظهور الشمعة دي، وفعلا شفنا صعود قوي جدا للمؤشر العام، ووصل للمستهدفات بتاعتنا عند 10010، وبدأ لما وصل ل 10010 يهبط تاني. طيب ليه؟ لان 10010 كانت نقطة مقاومة قوية، وبدأ فعلا السعر ما قدرش يغلق عليها، قفل عند 10005، وكان طلع عمل قمة عند 10046، ونزل اغلق تحت 10010 ب5 نقط تقريبا. تمام، فدلوقتي انا متوقع ان احنا نشوف هبوط تصحيحي للمؤشر العام هيستهدف معانا ال 9977. طب ليه 9977؟ لان دي كانت نقطة المقاومة اللي كان السعر كل ما يطلع يهبط من عندها. شايفين صعد هنا اهو، وقف وبدأ يهبط تاني بقوة، واول لما قرب منها هنا هبط شوية وبعدين حصل الاختراق بقوة. فانا شايف ان ممكن يهبط هبوط تصحيحي لل 9977، وبعد كده نعاود الصعود مرة اخرى عشان نستهدف ال 10120، وفي حال اختراق ال 10120 نشوف ال 10429 ثم ال 10728 باذن الله. نشوف سهم كيو ان بي. سهم كيو ان بي كنا متكلمين ان هنا السعر ماشي في قناة سعرية هبطة، تم اختراق القناة. اتوقع ان احنا ممكن نشوف اعادة اختبار للحد العلوي للقناة دي، وبعدين نصعد مرة اخرى عشان نستهدف ال 18-11 مرة تانية، و 18-62 ثم 19-11. طب لو بصينا على فريم الاسبوعي، لو بصينا على فريم الاسبوع هنلاقي ان الشمعة بتاع الاسبوع شمعة ممتازة جدا جدا بتدل على الصعود. فانا شايف ان باذن الله خلال الاسبوع ده هنشوف صعود قوي لمؤشر لسهم كيو ان بي، بس احنا ممكن الاول نشوف اعادة اختبار للقناة السعرية الهابطة دي، وبعدين نعاود الصعود مرة اخرى عشان ممكن نشوف مستويات ال 1980 من هنا كده ممكن يصعد بالشكل ده. خلينا نشوف سهم قطر الاول. سهم قطر الاول السعر وصل لمنطقة طلب كويسة جدا عند 1.23 للواحد 27.90، والسهم بدأ يدينا اشارات انعكاس من يوم 24.9، وبعدها بدأ يصعد، نزل تاني وبعدين بدأ يصعد. ما دام السعر اعلى المنطقة دي اللي هي عند 1.27 للواحد 23.10، اتوقع ان احنا ممكن نشوف صعود قوي في اي لحظة. طيب الصعود بتاعنا ده هيستهدف ايه؟ هيستهدف اول حاجة الواحد 35.70، ثم الواحد 47.50، ولو تم اختراق المنطقة اللي ما بين الواحد 47.50 للواحد 50 ممكن نشوف مستويات اعلى من كده. هنستهدف المنطقة دي كده او نقطة المقاومة دي عند الواحد 63.90، دي هتكون نقطة المقاومة القوية اللي لو السعر اخترق الواحد 50.30 يروح ليها عند الواحد 63.90. خلينا نشوف سهم دلالة. سهم دلالة طبعا من احلى الاسهم اللي اتحركت خلال الاسبوع اللي فات. شايفين الصعود القوي اللي حصل؟ حصل ليمت اب يوم الخميس، وصل السعر للاتنين 14.30، لسه عندنا مستهدفات اكبر من ال 2.19.50، يعني احنا المستهدف بتاعنا عند ال 2.19.50. طب لو تم اختراق ال 2.19.50 خلينا نشوف ممكن يروح فين سهم دلالة. وطبعا احنا لو بصينا على الطلبات بتاعت الشراء بتاعته او كمية المطلوب عليه، هنلاقي الكمية وصلت 14 مليون. عندنا المستهدف التاني لسهم دلالة نروح عند ال 2.39.50، والمستهدف الأخير بتاعنا عند ال 2.60.60 بإذن الله. دي مستهدفات سهم دلالة خلال الأسبوع ده بإذن الله. خلينا نشوف سهم الإيجارة. سهم الإيجارة أنا مش هشتري فيه غير لو تم اختراق الواحد 22.10 والإغلاق عليها. لو أغلق أعلى الواحد 22.10 هنشتري باستهداف الواحد 35.40 ثم الواحد 49.
نشوف السهم اللي بعد كده، قطر وعمان. قطر وعمان عمل ارتكاز على الترند الصاعد اللي امامنا، ارتد من منطقة طلب ممتازة عند 81 لل83 90 وبدأ يرتد منها. عندنا مستهدفات الفترة اللي جاية بإذن الله على السهم ده، يستهدف 92 10 ثم 96 40 واخيرا ممكن نشوف 1 ريال. خلينا نبص على سهم استثمار القبضة. سهم استثمار القبضة احنا شاريين في جروب التوصيات من مستويات 63. السعر مش عاكس علينا كتير، اتوقع ان شاء الله ان احنا نشوف صعود قوي للسهم ده خلال الفترة اللي جاية، مدام اعلى منطقة الطلب دي اللي هي عند 60 30 لل62 50. السعر مرشح للصعود بقوة في أي وقت، يستهدف معانا 66 10 ثم 69 90، ولو تم اختراق 69 90 هنشوف مستويات جديدة للسهم بإذن الله. نشوف الأسهم اللي معانا بعد كده. سهم أعمال، سهم أعمال، لحظة واحدة، شوف سهم أعمال، سهم أعمال أهو. السهم برضو مازال، لو تلاحظوا في تحديث التحليل الاسبوعي اللي انا نزلته يوم الاربع اللي فات، قلت ان السهم ممكن جدا ينزل يعمل اعادة اختبار لمنطقة الطلب اللي عند 91 90 لل87 80، وفعلا السعر السهم نزل قبلها بحاجات بسيطة جدا. يعني لو شايفين الحد الادنى سعر وصله عند 92 10، يعني كان فرق تقريبا حاجات بسيطة جدا وبدأ يرتد منها. فأنا شايف إن مدام سهم أعمال أعلى المنطقة دي فهو مرشح للصعود عشان يستهدف 98 50 ثم 1.014 ثم 1.055، وطبعا لو تم اختراق 1.055 هنشوف مستهدفات جديدة للسهم. خلينا نشوف ممكن نروح فين بعد اختراق 1.055. هيكون عندنا دي اول نقطة دعم، اول نقطة مقاومة السعر هيقابلها عند 1.1490، او ممكن نقول 1.15، فهيكون عندنا صعود قوي جدا جدا على السهم ده. يعني لو اشترينا مع بداية الافتتاح هيكون عندنا حوالي الصعود بتاعنا ممكن يوصل ل 25 23% او 22.5%، فتكون فرصة ممتازة جدا بإذن الله. بس أنا منتظر أي إشارة انعكاس قوية من المنطقة دي عشان نبتدي نشتري فيه مرة أخرى. وإحنا على فكرة في جروب التوصيات إحنا شاريين من تحت، يعني إحنا شاريين من 93 أو 94، فهو دلوقتي يعتبر على سعر الدخول بتاعنا، فإحنا مكملين معاه بإذن الله. خلينا نبص على سهم كامكو. سهم كامكو برضو اعلى منطقة شراء كويسة عند 1.002 ل 97 40. السعر مدام اعلى المنطقة دي يبقى مرشح للصعود بقوة عشان نستهدف 1.10 ريال بإذن الله، ولو تم اختراق القناة السعرية اللي قدامنا دي فمرشح بقوة للصعود ما لا يقل عن 15 ل 20%. شوف سهم المستثمرين. سهم المستثمرين صعد بقوة يوم الخميس وقفل شمعة كويسة جدا. وقفل، يعني انا كنت منتظر ان هو يقفل فوق ال 2 ريال بوينت 014 عشان نعتمد الصعود بتاعه، لكن هو صعد بقوة لكن ما قفلش اعلى المستوى المقاومة ده. فان شاء الله لو قفل اعلاه هشوف هل الصعود او الحركة بتاعت السهم هنا كويسة ان احنا ندخل شراء، ولا ممكن يتذبذب لحد ما يوصل هنا كده عند المنطقة دي، هيكون عند تقريبا يوم 22 10، او لو اخترق القناة السعرية الهابطة دي هنتظر يخترق القناة السعرية الهابطة دي عشان نشتري. احنا شايفين هنا دي كانت القناة السعرية صاعدة، ايه اللي حصل بعد ما تم الكسر؟ هبط بقوة. يبقى هنا دي منطقة قناة سعرية هابطة، هنتظر ان هو يخترقها وبعدين نشتري عشان نستهدف ال 2.18 20، ال 2.29 60 ثم ال 2.39 20 واخيرا ال 2.49 80. خلينا نشوف سهم الخليج الدولي. السهم دلوقتي لسه داخل النموذج الوتد اللي قدامنا ده، والسعر عمل هنا كسر كاذب للحد السفلي النموذج ونزل عند منطقة الطلب اللي عند 1.51 لل 1.44،
وبدأ يصعد منها مرة أخرى. أتوقع إن احنا نشوف صعود للسهم عشان يعمل ارتكاز على الحد العلوي للنموذج الوتد، تقريبا هيكون عند 1.70-50، ولو تم الاختراق هنشوف 1.73 ثم 1.80 ل1.89 بإذن الله. نشوف سهم مخازن. سهم مخازن السهم برضو الحركة بتاعته كانت يوم الخميس كانت ضعيفة جدا جدا جدا، شايفين دي شمعة يوم الخميس، يعني مفيش حركة، يعتبر مفيش حركة خالص، بس انا متوقع له الصعود بإذن الله. خلينا نبص عليه على فريم الويكلي، قافل شمعة كويسة جدا على فريم الويكلي. اتوقع ان شاء الله نشوف صعود قوي للسهم خلال الفترة اللي جاية. وبرضو لو شايفين شمعة شهر 9 قفلت شمعة انعكاسية، بس مش النموذجية، دي مش شمعة نموذجية، شمعة النموذجية اللي هي تبقى زي دي كده او زي دي، شموع البرايس اكشن دي بالنسبة لي كده شمعة نموذجية، شمعة شهر 4 دي شمعة ابتلاعية. اللي حصل بعدها صحح السعر لنص الشمعة بالظبط، وبعدين صعود بقوة. يعني احنا المفروض اصلا ما بندخلش، يعني لو هندخل بعد الشمعة دي مباشرة بنعمل ايه؟ لو انا هدخل هشتري 100,000 سهم، لا انا بشتري بعد الاغلاق 50,000 سهم، ولما ينزل يعمل تصحيح ل 50% من الشمعة بشتري ال 50,000 الباقيين. فلو جينا حسبنا ان احنا اشترينا من هنا صعد معانا قد ايه؟ صعد معانا 25%. طيب لو اشترينا من اول ما من بعد ما اغلق هنا صعد معانا قد ايه؟ صعد معانا حوالي 16%. تمام. فانا هنا الشمعة دي مش شمعة نموذجية قوي، فانا بالنسبة لي مش هيبقى عليه دخول دلوقتي سهم مخازن. سهم مخازن يعني لا، يعني هو في نفس الوقت هو معلهوش دخول، بس في نفس الوقت بيرتد بالمنطقة كويسة جدا، منطقة ال94 لل84 دي منطقة طلب كويسة جدا جدا على السهم، او السعر كل ما ينزل عندها يصعد بقوة. فانا شايف ان مادام السعر اعلى المنطقة دي كده هيكون كويس للشراء، بس هيأكد الشراء بتاعي امتى؟ لما يخترق 5.29. بس لو ظهرت اي اشارة كويسة من هنا قبل ما يخترق 5.29 مفيش مانع ان احنا نشتريه بإذن الله. سهم نقلات، سهم نقلات زي ما هو لسه ما وصلش لمنطقة الطلب، لمنطقة العرض اللي احنا محددينها له بقالنا فترة، عند ال2.71-50 لل2.75-90 دي منطقة العرض اهي اللي السعر ممكن يهبط من عندها، اهي دي كده بالظبط، خلينا نظللها اهي دي منطقة العرض، هنشوف السعر هيعمل معاها ايه. لو تم الاختراق هنشتري بهدف ال2.84 لل2.88، ودي منطقة العرض التانية. لو تم اختراقها هنشوف صعود قوي يستهدف ال3 ريال و16 درهم بإذن الله. شوف سهم بروة، سهم بروة برضو صعد صعود ممتاز جدا جدا، اتكلمنا في بداية الاسبوع ان هو نزل عمل اعادة اختبار للترند الهابط اللي هو باللون الازرق ده، وهيكون ليه صعود. والناس اللي سألتني نشتري امتى قلت بعد اختراق ال43، وفعلا صعد بقوة، عشان كده متوقع يستهدف ال356 لل366. احنا طيب احنا كنا مشترين فيه قبل كده وخرجنا منه، دلوقتي يا استاذ احمد هندخل فيه امتى تاني؟ هندخل لو تم اختراق ال36.20. لو تم اختراق ال36.20 هيكون عندنا صعود قوي جدا جدا للسهم، هيستهدف معانا مستويات قوية، هيستهدف معانا اول حاجة ال3.73، ثم هيكون عندنا مستويات ال3.83، وبعد كده ممكن نشوف مستويات ال4 ريال و12 درهم، دي المستويات بتاعتنا على سهم بروة. شوف سهم مزايا قطر، سهم مزايا قطر برضو اتكلمنا ان هو مدام اعلى ال1.14 هيكون للصعود، وفعلا شايفين شمعة يوم الاربع، اتكلمت في على الشمعة دي في الفيديو بتاع يوم الاربع، وقلت ان هو هيكون ليه صعود، نزل خض الناس بداية يوم الخميس ان هو هيهبط، وبعدين قفل بشمعة صاعدة. اتوقع ان شاء الله نشوف له صعود مع بداية الافتتاح، هيستهدف 1.25-40 ثم 1.32-50، ولو تم اختراق 1.32-50 نشوف مستوى 1.43-10 بإذن الله.
نشوف بعد كده باقي الأسهم اللي معانا. سهم إزدان القبضة، سهم إزدان القبضة أنا مش هشتري غير باختراق الاتنين، غير باختراق 1.9940. لو تم اختراق 1.9940 هشتري باستهداف 2.1660 ثم 2.44. السهم عليه صعود قوي جدا جدا، السهم في ترند صاعد. لو بصينا على فريم الاسبوعي شايفين الصعود القوي، السهم ما بيعملش حاجة غير ان هو يصعد من بداية شهر 4، فانا شايف ان ليه صعود قوي جدا باذن الله لو اخترق 1.9940 باذن الله. سهم المتحدة، سهم المتحدة للتنمية قفل يوم الاربع شمعة انعكاسية قوية جدا اهي. اتوقع ان احنا ننزل للمنطقة دي تاني عند 1.82.90 1.78.40. لو نزل للمنطقة دي وعمل ارتكاز عليها، نبص عليها على فريم الساعة افضل اهو، شايفين اهي دي منطقة عرض اهي عند 1.0، عند 1.96.80 اهو، 1.96 1.98.80 دي منطقة العرض اللي السعر بيرتد منها كل مرة. طلع هنا أول مرة في يوم 23/9 وبدأ يهبط، طلع ليها تاني يوم 30/9 وبدأ يهبط. فأتوقع إن احنا نشوف هبوط لمنطقة الطلب اللي عند 1.82.90 1.78.40، ولو ادانا أي إشارات انعكاس من هنا أو لو السعر فتح على جاب هابط من عند المنطقة دي وبدأت تدينا إشارات انعكاس على فريم الساعة، هتكون فرصة ممتازة جدا للشراء عشان نستهدف 1.98.80 مرة أخرى، ثم نشوف مستويات جديدة للسهم. هيستهدف معانا المستويات 2.4 2.044، ثم بعد كده ممكن نشوف مستويات 2.2370 بإذن الله. سهم الخليج التكافلي، سهم الخليج التكافلي طبعا اللي معايا في جروب التوصيات، احنا شارين من 1.83. 1.83 كانت فرصة ممتازة جدا جدا للشراء. طيب ليه اشتريت يا مستر احمد من 1.83؟ لان احنا هنا لما حصل الهبوط القوي شفنا السعر وصل هنا وبدأ يرتد، وقبل كده السعر كان صاعد هنا وبعدين نزل تاني عند المنطقة دي وبدأ يصعد، وهنا نزل تاني اهو وبدأ يصعد، هنا نزل تاني لما حصل الهبوط القوي اللي قدامنا ده وبدأ يصعد. فانا استنيت ان هو ينزل يعمل اعادة اختبار مرة تانية اهو عند الشمعة دي كده، شمعة يوم 30/9 لما نزل عمل إعادة اختبار عندها وبعدها اشترينا على طول، ودلوقتي محقق معانا من 1.83 محقق معانا حوالي 4.5% أو 5% كمان، وكان وصل كمان معانا لحوالي 6%. فأنا مكمل في الشراء. ويا ريت عايز أقول نقطة مهمة جدا، يا ريت بعد ما انزل الصفقه محدش ينفع، محدش يعني يقول لي ان ينفع ادخل اشتري دلوقتي. يعني احنا السهم بيبقى محقق معانا 5% 6%، واحيانا الناس بتدخل تسالني بعد ما السهم يكون محقق معانا 10%، هل ينفع ادخل دلوقتي؟ لا طبعا. هل هسالك سؤال، لو انت طالع السلم ووصلت للدور الثالث وواحد لسه في الدور الارضي، هل ينفع اللي من الدور الارضي ينط على الدور الثالث على طول؟ طبعا ما ينفعش، تمام. فهو عندنا نفس النظام ده كده برضو، ما دام ما لحقتش الاوردر من اوله يبقى خلاص، ما دام ما لحقتش التوصيه من اولها يبقى ما تدخلش. لو فرق حاجات بسيطه مثلا 2 درهم 3 درهم تمام، لكن انت بتدخل بعد ما السهم اتحرك 10% عايز تدخل، طبعا ما ينفعش الكلام ده. فلازم الدخول بيكون من بداية التوصية أو من نقطة الدخول اللي أنا موصي عليها. طيب المستهدفات بتاعتنا فين على سهم الخليج التكافلي؟ 1.97، 2.027، 2.059، تمام. طيب برضو في نقطة عايز أتكلم فيها بسرعة، إمتى أقدر أدخل بعد النقطة بتاعتك؟ طيب أنا أقول إزاي؟ عندي مثلا أنا هنا على التوصية محدد الهدف الأول بتاعي عند ال 2.059،
طب ليه ال 2.059 دي منطقة من ال 2.059 ل 2.027 دي هي منطقة عرض اهي، دي كده بالنسبة لي منطقة ايه؟ منطقة عرض اهي. لو تم اختراق منطقة العرض دي، نظللها عشان تبقى واضحة قدامنا، اهي لو تم اختراق المنطقة دي وقفل عليها السعر، تقدر ساعتها تشتري معانا تاني. يعني احنا ساعتها انا ممكن اوصي واقول ان احنا هنعزز الشراء عشان نستهدف ال 2 12 90، تمام؟ انت ساعتها تقدر بقى تدخل معانا من هنا، من بعد ما يخترق المقاومة دي او منطقة العرض دي، تقدر تدخل تشتري معانا، لان هو اخترق منطقة بيع قوية، فعشان كده بنبقى متوقعين ان هو يصعد تاني بقوة ويكمل للاهداف بتاعته التانية، تمام؟ فانا متوقع ان شاء الله لو تم الاختراق المنطقة دي هيوصل ل 2 19 ال 2 12 90 ثم ال 2 26 40 باذن الله. خلينا نشوف سهم بلدنا. سهم بلدنا الطريق طبعا قدامه فاضي، لو اخترق ال 2 26 50 هنشتري، والاهداف بتاعتنا هتبقى مفتوحة لان مفيش قدامه اي حاجة توقفه باذن الله. سهم فودافون قطر، سهم فودافون قطر ما زلت متوقع له الصعود. قفل معانا، لو بصينا على فريم الويكلي هنلاقي قفل معانا شمعة ويكلي ممتازة جدا اهو، شمعة حلوة جدا على الويكلي، اتوقع ان شاء الله الصعود. ولو بصينا كمان على فريم الشهر اهي، شايفين شمعة الشهر عاملة ازاي؟ شمعة الشهر ممتازة جدا، ومن الشموع البراس اكشن الممتازة، فاتوقع ان شاء الله صعود قوي جدا جدا لسهم فودافون قطر عشان يستهدف معانا المستويات 1.44، تمام؟ ده في الفترة اللي جاية بإذن الله. نشوف سهم الرعاية، نشوف سهم أريده الأول. سهم أريده، سهم أريده عندنا السهم قدامه منطقة مقاومة قوية جدا عند الـ6.89. لو تم اختراق منطقة المقاومة دي هنشوف صعود للـ7.20 للـ7.37. دي منطقة العرض بتاعتنا اللي ممكن نبيع من عندها السهم لو ظهرت علامات انعكاس، أما لو تم الاختراق فهنكمل فيه لحد الـ7.99 بإذن الله. بالنسبة لسهم الطبية، سهم الطبية عمل ليمت أب ممتاز جدا، وأنا بنوه ان يعني بقالي اكتر من 3 اسابيع او اسبوعين ان احنا عندنا سهم الطبيه ده للشراء من المنطقه دي من ال 2.016 لل 1.90، دي منطقه شراء كويسه، وقلت ظهرت علامات انعكاس هنا وفعلا السعر صعد بقوه، فانا متوقع ان شاء الله استمرار صعود السهم، يستهدف معانا ال 2.45 70، ولو تم الاختراق هنشوف الـ2.71 70، ولو تم اختراق 2.71 70 نشوف الـ2.93 للـ3.014. سهم الرعاية، سهم الرعاية طبعا عمل ليميت اب ممتاز جدا بسبب القضية اللي كسبوها والتعويضات اللي خدوا تعويض حوالي 12 مليون ريال قطري في القضية اللي كانت ما بينهم وما بين، مش متذكر الشركة بالظبط اللي كان ما بينها وما بينهم القضية، فانا متوقع ان شاء الله استمرار الصعود، ونبهت ان احنا عندنا شراء من يوم الخميس، قلت نحط اوامر شراء عند الاثنين 36 اللي هو سعر الاغلاق، اللي نستهدف الاثنين 8.54 90، احنا عندنا مناطق الشراء او الاوردر بتاع الشراء اللي قلت عليه 8.36 عشان نستهدف ال 8.54 90 ثم ال 8.86، واخيرا نستهدف الـ9.19 باذن الله. نشوف باقي الاسهم اللي معانا. سهم السلام، سهم السلام الحركه بتاعته ضعيفه جدا الفتره الاخيره، قاعد بتذبذب في نفس المنطقه من ال 62 90 لل 60 10، فانا شايف ان ما دام السعر اعلى ال 60 10 هنشوف صعود في اي وقت للسهم. خلينا نبص عليه على فريم الشهري، نشوف في الشهر اللي فات قفل ازاي. الشهر اللي فات قفل كويس، يعني يعتبر على نفس الاغلاق بتاع الشهر اللي قبله، فانا شايف ان احنا ممكن جدا نستهدف الاثنين ال 69 70
نستهدف 69 70، ولو تم اختراق 69 70 نستهدف 62 10 بإذن الله. بالنسبة لسهم مجمع المناعي، السهم كويس جدا للشراء لو اخترق 3-19 80. هنشوف مع بداية الأسبوع لو السعر اخترق المستوى ده هنشتري باستهداف 3-41 ثم 4-30 ثم 6-14 بإذن الله. نشوف السهم اللي بعد كده، سهم مساعيد. السهم برضو لسه في الوايد رينج بتاعه، الاتجاه العرضي بتاعه مفيش اي حركة قوية عليه، وانا عايز اعزز الشراء. احنا شاريين من الاتنين 19 وعاكس علينا السعر حوالي 5% من هنا، عاكس علينا حوالي 4% اهو، تمام. فانا عايز اعزز من هنا، بس للاسف مفيش اي علامات انعكاس عشان اشتري. شايفين شكل الشموع عامل ازاي؟ شكل الشموع ضعيف جدا، فانا عايز شمعة مثلا زي دي عشان لو ظهرت، او شمعة زي دي، شمعة بتلعية، شمعة بين بار، عشان اقدر اشتري ونعوض الخسارة بتاعتنا اللي في السهم ده. فلما نطلع من الاربعة، من نشتري مثلا من 2.051 لحد 2.19 هيكون مثلا معانا مكسب 7%، هيكون معانا مكسب حوالي 7%. فاحنا هنقفل اللي فوق على البريك ايفن او نقطة التعادل، ما مش هنبقى خسرانين فيها حاجة، واللي تحت هنبقى كسبانين فيها 7% وهنبقى مستمرين بيها. فللأسف لسه لحد دلوقتي الاتجاه بتاعه ضعيف وما ظهرش اي علامات انعكاس عشان نشتري فيه مرة اخرى. طيب نشوف سهم انماء. سهم انماء الصعود بتاعه كان الاسبوع ده كان مميز جدا، انا متوقع له استمرار الصعود عشان نستهدف 4.93. طبعا احنا شاريين من 4.30، فانا متوقع له صعود قوي باذن الله عشان نستهدف 4.93، ولو تم اختراق 4.93 نستهدف 5.19 ريال باذن الله. برضو نبص عليه على فريم الاسبوع، هنلاقي ان شمعة الاسبوع ممتازة جدا 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 وبتدعم الصعود بتاعنا ان شاء الله. طيب خلينا نشوف اخر سهم معانا، وهو سهم قطر للتأمين. سهم قطر للتأمين بعد ما كان صعد معانا حوالي، احنا شارين من 2.28 تقريبا، 2.28 شارين من هنا كده بالظبط 2.28، صعد معانا حوالي 11%، نزل تاني السهم، ودلوقتي احنا قفلنا طبعا، بعنا جزء من الكمية اللي معانا على ربح 10%، تمام. فانا شايف او لا، ربح كان حوالي 6-5% بالظبط. فانا شايف ان احنا مدام اعلى ال 2.24.80 لو ظهرت علامات انعكاس على فريم الساعة من المنطقة دي كده، او لو ظهرت اي علامات انعكاس من هنا، ممكن نشتري مرة تانية، لان دي لو رجعنا لورا كده شايفين السعر كان صاعد، بدأ يهبط منها بقوة، صعد هنا لما تم الاختراق صعد بقوة. شوف قبل كده اهو عند ال 2.24 اهي، السعر كان صاعد بقوه نزل، هنا تاني نزل. فبالنسبه لي دي بتمثل منطقه دعم قويه، بعد ما كانت منطقه مقاومه اتحولت لمنطقه دعم او منطقه طلب. هنحط عندها مستطيل اهو نظلله عشان نوضح ان دي منطقه شراء كويسه، ولو ظهر منها علامات انعكاس اللي ما لحقش يدخل معانا في الاول يقدر يدخل معانا من المنطقه دي مره اخرى. وده كان التحليل الاسبوعي بتاعنا للبورصه القطريه، اتمنى اكون افدتكم. ولو عندكم اي استفسار تقدروا تسيبوا كومنت اسفل الفيديو، او تقدروا تتابعوني على صفحتي على تويتر وتعملوا لي فولو. لو عندكم اي استفسار تقدروا تبعتوا لي على الصفحه بتاعتي على تويتر، تقدروا تبعتوا لي مسج خاصه، اهو دي الصفحة بتاعتي على تويتر، تمام. اتمنى اكون افدتكم وشكرا ليكم والسلام عليكم.